أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. ارتفعت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصتي بغداد وأربيل، إذ سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 1491.5 دينار عراقي مقابل كل دولار أمريكي. أما بورصة أربيل فقد شهدت ارتفاعا في سعر صرف الدينار العراقي، حيث بلغ 1492 دينارا لكل دولار، بينما بلغ سعر الشراء 1490 دينار لكل دولار أمريكي. قالت لجنة العمل والشؤون النيابية أن هناك نحو مليون عامل أجنبي في البلاد، أغلبهم يعملون في الشركات النفطية. وأضاف عضو اللجنة فاضل الفتلاوي أن هذا العدد كبير جداً، وتسبب بارتفاع نسب البطالة في البلاد، حيث يبقى آلاف الخريجين في العراق بلا عمل، مشيراً إلى أنه من الضروري العمل على الحد من انتشار المكاتب الوهمية التي تدخل العمالة الأجنبية إلى العراق وتمنحهم رخصاً غير رسمية للعمل في البلاد. قالت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجا بتركيا أن العراق استورد من تركيا خلال عام 2020 ما قيمته 94 مليون دولار من معجون الطماطم. وأضافت الجمعية في تقرير لها أن إجمالي ما صدرته تركيا من معجون الطماطم خلال العام الماضي بلغت قيمته 157 مليون دولار إلى 115 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة لمعجون الطماطم من تركيا. أقر البنك الدولي تمويلاً إضافياً بأكثر من مليون دولار أو بأكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردن في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. ويشمل هذا التمويل الإضافي دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة. قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حميدان حميتي إن قيمة الاتفاقيات الاستثمارية التي عقدت مع تركيا تبلغ نحو 10 مليارات دولار. وأضاف حميتي بمؤتمر صحفي عقد في الخرطوم لدى عودته من زيارة لتركيا أن مصلحة السودان في الاتفاقيات مع تركيا تفوق 75%، لذا يجب تحديثها والبدء بتنفيذها، وأنه لمس جدية من الجانب التركي والرغبة الأكيدة للاستثمار في السودان وإحياء الاتفاقيات السابقة. قال وزير الحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت إن العجز في الميزانية المالية في فرنسا سيصل إلى نحو 220 مليار يورو في عام 2021 الجاري. وقال الوزير إن تفاقم العجز في الميزانية العامة جاء نتيجة لإجراءات الدعم التي تواصل الحكومة اتخاذها لدعم الانتعاش الاقتصادي هذا، وستعرض الحكومة الفرنسية الأربعاء المقبل مشروع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية. ختام الموجز، في أمان الله.